السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. عشان ما اطولش عليكم، النهاردة هنتكلم عن اسرار ومزايا في ماسنجر الفيسبوك، ماشي؟ هنشوف ازاي تشارك شاشة الجوال مع صديقك، ازاي تشاهدوا مع بعض نفس الفيديوهات في وقت واحد، وبعض الاسرار التانية الكتير نشوفها مع بعض عشان ما نطولش. ويلا بينا على الشرح. وجينا مع الشرح يا شباب. اول حاجة هنروح على الماسنجر، عايزين نعمل مشاركة للشاشة. أنا مثلا عايز أشرح لصديق لي من أصدقائي حاجة معينة، بدل ما أقعد أكتب وأخد سكرين شوت وأقعد أعمل حاجات كتير زي كده، لا أنا ممكن بسهولة أعمل له مشاركة الشاشة بتاعتي وأشرح له اللي أنا عايز أشرحه له وأوضحه له بسهولة جدا. أول حاجة بنضغط على اسم أي صديق عندنا وبنعمل اتصال، ماشي؟ أهو فتحنا دلوقتي، بنرفع الشاشة لفوق، تحت هنا آخر خيار مشاركة الشاشة، بتضغط أوكي، بيقولك البيت، بتقول له أوكي، بتخفي المكالمة عشان تظهر مشاركة الشاشة. دلوقتي الشاشة ظهرت أهي على نفس الجوال التاني أهي، ماشي؟ أنا أوضحها لكم أكتر. لو ندخل مثلا على الفيسبوك أو تويتر، أي برنامج يعني، دخلنا على تويتر، نفس الشاشة اللي عندي ظاهرة عند صديقي اهي. والميزة اللي فيها كمان ان هو ما بيتحكمش في حاجة، انت اللي بتحكم في كل حاجة، هو بس ياخد الحاجة اللي انت بتوريها له. على الجوال التاني بتاع الصديق حابب اوضحها لكم، ممكن تدخل من تطبيق لتطبيق، ممكن تروح على تليجرام برضو نفس القصة، ماشي؟ ممكن تروح على الفيسبوك، اي تطبيق انت مشغله ممكن تدخل عليه وتشارك الشاشة بتاعتك عند الصديق، ماشي؟ دي اول حاجة اللي هي معانا، اللي هي مشاركة الشاشة، ماشي؟ هنعمل ايقاف لمشاركة الشاشة، يا رب تكون واضحة. تاني حاجة، دلوقتي انا مثلا شاهدت فيديو معين وانا وصديقي قاعدين ندردش مع بعض، فانا عايز اشاهد معاه الفيديو ده، باجي دايس مشاهدة جماعية وبختار الفيديو اللي انا عايز اشغله، ماشي؟ اي فيديو بقى، مباراة، اي حاجة، بتشغل الفيديو بيظهر عند نفس الصديق نفس الفيديو، واضح خالص نفس الفيديو مباشر على طول، ماشي؟ عملت ايقاف، بيعمل ايقاف عنده، قدمت كل حاجه زي ما انا بعمل اهو، نفس القصه دي. دي تاني حاجه. طيب دلوقتي نعمل ايقاف للمكالمه. وتالت نقطه معانا، بنضغط على علامه التعجب اللي فوق دي وبننزل تحت. انا دلوقتي عايز اغير السمات، ماشي؟ او الخلفيه بتاع الدردشه، بختار هنا اختفاء، بيظهر لي بالشكل ده. اي حاجه انا عايز اختارها من السمات بختارها، اشياء غريبه اللي انت عايزه، انت بتختار الشكل المناسب ليك او المناسب ليك مع صديقك، ماشي؟ وبتعمله تاريخ الميلاد مثلا، نخليها زي كده حاجه رومانسيه جميله. ده نقطه اللي هي الكونيات. انا عايز مثلا اغير اسم صديقي عن، بدل ما يظهر عندي باسمه عثمان مثلا، اخليه مثلا انا اخي الصغير، هيظهر عندي على طول. عايز اغير عندي انا برضو، ممكن اغير اسم انا زي ما انا عايز اغير برضو، نفس القصة، بتكتب الاسم انت عايز تكتبه وتكتب ايه تعيين. ده بالنسبة لتغيير الكل. في حاجة اسمها البحث في المحادثة، كاتب حاجة معينة في المحادثة بكتبها، لو انا عندي محادثات كتيرة معاه، اي حاجة انا جملة انا فاكرها من المحادثة وعايز اوصلها بسرعه بدل ما اقعد اقلب، بكتبها بتظهر عندي مباشره. تاني حاجه اللي هي المحادثه السريه، لو انا عايز اعمل محادثه سريه، التدمير الذاتي للرسائل، انتقال للمحادثه السريه، ماشي؟ بيجيني بالشكل ده، ماشي؟ عايز اعمل ايه؟ المؤقت، بختار انا مثلا ايه؟ متابعه، بقول كل 5 ثواني، كل 10 ثواني، زي ما انا عايز، بختار زي ما انا عايز، وليكن 10 ثواني، ونكتب السلام عليكم، ماشي؟ بعد 10 ثواني هتختفي تلقاء. خلاص واضحة جدا. اخر حاجة معانا يا شباب في درس النهاردة، هي ازاي ان انت مثلا عايز تبعت لصديق اللي هو الايموشن اللي انت بتبعته ده، عايز تبعته بيكون له صوت يعني باصوات، بتضغط على علامة الايموشن اللي هي على اليمين اللي تحت دي كده، ماشي؟
وبعدين بتضغط على الميكروفون، بتضغط على الميكروفون ماشي، بيظهر معاك الخيارات دي كلها، بتختار انت اي حاجة منهم وترسلها له ماشي. ولنفترض مثلا هنبعت له، خلاص اول ما بتوصل عنده بيشغلها، بتطلع بالشكل ده ماشي. عايز ارسل حاجة تانية بختار، كلها خيارات موجودة، مثلا عيد ميلادني يعني صديق عنده عيد ميلاد وانا عايز افاجئه بحاجة حلوة برسلها له، اول ما بتوصل عنده هو بيشغلها بالشكل ده ماشي، بتظهر عنده بالشكل ده. وهو ده كان درسنا النهاردة، يا رب يكون واضح، ويا رب يكون قدرت اوصل لكم معلومة جديدة. لو عجبك الدرس ما تنسناش في اللايك وتعليق تحفيزي، ولو استفدت منه شيره لاصدقائك. وده كان درسنا اليوم، لو في اي حاجة مش واضحة اكتب لي في التعليقات وانا برد على كل التعليقات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، في حفظ الله ورعايته. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.